حلو زيتشو بالنسبة لي واحد المدرب فاشل. لا لا ما راديش منتخب ما راديش هو خصوصا بالمدرب لأنه كتسمى حقرة حقرو على العاب. حلو لوزيتش سير بحالك المنتخب ماشي ديالك. السلام عليكم، الله يكبر بيك وكنشكر موقع اش واقع على الاستضافه ومرحبا بكم حتى انتم عندي وتبارك الله عليكم. وهذا الغياب كنا كنا حاصلين في اوروبا وكنا حاصلين خصوصا بالديه الفرنسيه وخدمنا شويه كانت عندنا جوله في اوروبا ما بين ايطاليا فرنسا اسبانيا وقبل كانت عندنا جوله في الامارات واخر ساره كانت دازت في تولوز. بهذه المناسبة كنشكر كاع الجالية المغربية خارج أرض الوطن. لا هو الأجواء عادية صراحة على كيبان لي هادشي اللي كيبان لي كاع المحلات عامرة كلشي خدام كاع فين خدمنا زعما يا كاين بعض بعض زعما الحوايج كي سو أوفيسيال اللي كيكون تباعد لما سي نورمال تو سكي بريفي سي نورمال خدمة عادية. وبيان سور فرحان دخلنا للبلاد نشوفوا ارض الوطن شويه ونشوفوا صحاب البلاد نشوفوكم حتى نتوما ياك. صراحه كان استقبال جيد دخلنا مزيانين كلشي داز على ما يرام داري لي شابيتو بور البي سي ار وداكشي او بيان لونتيجيني كلشي كان زويون صراحه. ونفنا ندخل المغرب ايوا راك عارف حنا كنا نستناو غير يفتحوا الحدود غير سالينا الخدمه حلوا الحدود كنا من الاوائل باش ندخلوا نشوفوا حبابنا حوجي قلبي العمل اللي طرحته جديد هو غوابا زين غوابا والعقليه سافابا انا لوطو وانتي فيراج تعواجي نعواج نقولها لك بوضوح لعب كله مفضوح سي بون لي بونبون. هذه الاغنيه من كلمات والحان تاج البارودي وارونجمون تاج البارودي التوزيع ديالها هو توجور وكان بالنسبه للميكساج كان ابراهيم بونغالو في بركان وخدمتها في بريكسل. وعندي عمل جديده اللي كنوجد فيهم 3 ارونجور ديفيرون بور لانستون هشام خاتير تاج البارودي ونوح واحد الدري كتا هو اسمه نوح. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تكون شي حاجه جديده وندخلكم جديد سواء عمل تلفازي او شي حاجه وان شاء الله يرفع علينا الله هذا الوباء باش نكونوا في هاد الجو ديال الحفلات اللي غادي تكون وحنا ان شاء الله نتمنوا يكونوا مهرجانات وتقربوا مع الجمهور. بالنسبه لعبدو فنينه ما غتعاودش هذا العام تقدر تكتب شي حاجه اخرى من غير عبدو فنينه في شي حاجه اخرى ولا في شي عمل جديد مازال الوقت ان شاء الله. بالنسبه للكره بعدا شاني نقول لك احنا كنا متبعين سيرتو كنت انا في باريس ديك الوقيته جميع المقابلات كنت تفرجت لهم تما مع الجاليه مع هذه مهم حسره كبيره. اما بالنسبه للقرار حالي لوزيتش حالي لوزيتش بالنسبه لي واحد المدرب فاشل. علاش؟ حيت هو كان يدرب المنتخب الياباني وصلهم حتى باش تكاليفا وجراو عليه لانهم بدلهم كي دير تلعب الكره في اليابان بدلوه. والسيد عنده 70 سنة وباقي ما كيحترمش بعد الصحافة ما كيعرفش يدوي وحنا اللي يا حسراته من كتشوف اللعاب على 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 الحجم ديال الزياج. انا سي نورمال غادي نكون معاه وغادي نداون مع الزياج. السيد انت جاي مقصي في الربع النهائي ومازال كتخرج عينيك الا ما يكون زياش ما يكونش هادي ما عندناش فرقه. نهضروا الصراحه فرقه تاع المغرب عندنا فرقه كبيره من المشكل اللي عندنا في الفرقه وهو انا لحد الان مازال ما عرفتش المنتخب المغربي شكون يلعب فيه. كل مره كتدخل فرقه جديده تلعب الو سي با بون. بالنسبه للزياش مزواري حمد الله حارث
بزاف بزاف ديال اللعابه اللي خاصهم يكونوا. يوسف العربي احسن بيتر اللي كيديها كل عام، ما جابش يوسف العربي وتستهبل. انا كنقول لك مدرب فاشل، هذاك المدرب ما خصوش يبقى. وهذا التعنت ديالو علاش كيدير هكا حليل وزيد؟ كيتعنت وكيخرج عينيه وكيدير هاد القرارات باش الناس تدوي عليه. الناس شكون اللي غيدوي عليه؟ الصحافه الاوروبيه، حيت الصحافه الاوروبيه من يشوفوا الزياش ما لعبش مع المنتخب المغربي الو غادي يقولوا علاش ما لعبش؟ حقه الواد راه المدرب اللي ما بغاش يلعب. شكون هو هذا المدرب؟ حالي لوزيتش. صافي هو غادي تزاد شويه القيمه ديالو، غادي يوليو يدويو عليه حالي مدرب منتخب مغربي حالي لوزيتش ما بغاش يلعب الزياش، لان الزياش سميه كبيره في منتخب، في المنتخب سواء في المنتخب ولكن خصوصا دابا سميه كبيره في الفريق ديالو تشيلسي، عندنا فريق كبير. على هذا الشيء هذا الهامش هذا اللي هو كيتعنت من هاد اللعابه الكبار باش زعما قدر شي حاجه باش يبان ستار وصافي. هادشي اللي نقول لك. لا لا ما راضيش المنتخب، ما راضيش هو خصوصا بالمدرب، لان كتسمى حقره، حقروا على لعاب، لعاب كبير في قيمه. واش المصريين غادي يفرطوا في صلاح؟ واش الجزائريين غادي يفرطوا في محرز؟ ما يمكنش. لعاب كبير ما يمكنش، لعاب كبير ما تجيبوش امبوسيبل، غادي يدير لك لا ديفيرونس. كما نهار المقابله الحاسمه مع مصر مخرج بوفال باش يدويو عليه، زعما كون بغى يبقى انسان كيقمر كيدير الشطرنج كيقمر، غادي ندخل هادو تقدر تعطي، لا ندخل هاد التشكيله تقدر تعطي. ما يمكنش، ما كاينش استراتيجيه وما كاينش استراتيجيه ديجا في اللعب. ارو البوفال، واش دابا بوفال يقدر يدي لك واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس غادي يلهيهم لك حتى مخرجو؟ ما يمكنش، ما يمكنش. امبوسيبل ياك. توحشنا المدرجات ونتمنى ان شاء الله صافي خصهم يدخلوا بعد شويه ديال الجمهور باش حتى يكون الحماس، وان شاء الله من المنتخب في كل مباراه الفاصله اللي كاينه بوغ لا كوب دي موند يحلوا الملاعب باش يدخلوا باش نشجعوا المنتخب. كنشكروا حمزه ابو قنادل على الاستضافه، كنشكروا موقع اشواق، وكنقول جمهور ان شاء الله قريبا العمل الجديد، ولكن احنا على ابواب رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحه، ولنا مورا رمضان غادي يكون الجديد ديالنا ان شاء الله معكم موس ماهر مباشره من الدار البيضاء. نموت عليكم سي بون لي بونبو. ها قلبي ها قلبي ها قلبي حلو لوزيت، سير بحالك، المنتخب ماشي ديالك، سي بون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.